السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن خاصية جديدة في ريفت 2018، وهي خاصية احنا كنا مستنيينها من زمان، وهي ان انت لو انت عامل بلان ومظبط فيه بعض الالوان يصدر بنفس الشكل في الاوتوكاد. تمام، يعني ممكن تكون انت عامل بلان ومظبط الوان معينة، فنفس الالوان دي احتفظ بيها عند التصدير. فبقول له فايل وبروح الاكسبورت كاد دي دبليو جي، وبدخل هنا سيلكت اكسبورت سيت اب، بدخل في الخصائص بتاعته، بدخل في الكرر بقى في اختيار يجي جديد، كان اول هما اختيارين الاندكس كلر وسبيسيفاي اوبجكت ستايل. ظهر لي بقى سبيسيفايد ان فيو، هو ده اللي احنا هنختاره. بكده انت نفس الحاجات اللي انت عاملها في الريفت، نفس الالوان، نفس كل الخصائص هتصدر للاوتوكاد.